بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. أهلا ومرحبا بكم طلاب الشهادة الإعدادية في أولى حلقات المراجعة النهائية التابعة للقوافل التعليمية الإلكترونية. وهنسجل أولى حلقات مراجعة النحو. عندنا طبعا الترم الثاني بيتكلم كله عن حاجة اسمها المشتقات. المشتقات عندنا كم درس؟ عندنا 6 دروس مشتقات. أول درس عندنا اسم الفاعل. طبعا اسم الفاعل كلنا عارفين ان هو بينقسم الى نوعين، في اسم فاعل من الفعل الثلاثي، وفي اسم فاعل من الفعل الغير ثلاثي. وبرضو كلنا عارفين ان اسم الفاعل الثلاثي بيكون على وزن كلمة فاعل، او الاسم الفاعل الغير ثلاثي بيكون بيبدأ بميم مضمومة مكسور ما قبل الاخر. طيب ايه اصعب حاجة ممكن تقابلني في اسم الفاعل في القطعة؟ عندك اسم الفاعل الثلاثي، طبعا لما يجي يقول لك استخرج من القطعة السابقة اسم فاعل وبين نوعه، اسم فاعل وبين فعله. اسم الفاعل ابدا ادور على كلمة على وزن فاعل، او كلمة تبدا بميم مضمومة مع كسر ما قبل الاخر. طيب وارد في القطع يجي لك القطعة كاملة ما فيهاش ولا كلمة على وزن فاعل، وهيكون اسم الفاعل في الحالة دي عبارة عن جمع، فحضرتك هتبدأ تدور على كل جمع قدامك وتجيب مفرده عشان تشوف الدنيا ماشية معاك ازاي. يعني مثلا لو جه قال لك قال أمير الشعراء أحمد شوقي، نمسك كلمة الشعراء. كلمة الشعراء دي جمع ولا مفرد؟ تمام، جمع، مفردها شاعر. كلمة شاعر قدامك دي على وزن كلمة ايه؟ تمام، على وزن كلمة فاعل. إذا كلمة شاعر أو كلمة الشعراء اللي موجودة في القطعة قدامك ينفع نستخرجها على أنها مشتق نوعه اسم فاعل ثلاثي. لو جينا قلنا يجب على الشباب العمل، وقلنا استخرج من الجملة اسم فاعل، هنبص على كلمة على وزن فاعل مش هنلاقي، هندور على كلمة تبدأ بميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر مش هنلاقي. نبدأ نفكر في التفكير التاني، ممكن تكون الكلمة عبارة عن جمع ومفردها يكون اسم فاعل، فهبص على كلمة الشباب هلاقي مفرد كلمة الشباب شاب. كلمة شاب على وزن فاعل، ينفع نستخرج كلمة شباب على انها مشتق نوع اسم فاعل ثلاثي. طيب لا يعجبني الخونة لأوطانهم، عاوز من الجملة اسم فاعل وبين نوعه، هنبدأ ندور على كلمة على وزن فاعل مش هنلاقي ولا كلمة على وزن فاعل. هنيجي نبص على النوع الثاني ان احنا ندور على كلمه جمع ونجيب مفردها، هنبص هنلاقي ان كلمه خونه جمع، مفرد كلمه خونه خائن. كلمه خائن على وزن فاعل، ينفع نستخرج كلمه خائن او كلمه خون على انها مشتق نوعه اسم فاعل. طيب ممكن يكون اسم الفاعل بتاعي جاي من الفعل المهموز، مهموز الاول، هيكون اسم الفاعل بتاعه زي كلمه اخذ، عاوز اسم فاعل من الفعل اخذ هجيبها على وزن اخذ. طب مستر هي كلمه اخذ ده على وزن فاعل؟ شايف الهمزه دي؟ الهمزه دي عباره عن كام حاجه؟ عن حاجتين في بعض، عن الف همزه ومع الالف المد بتاعه، فكلمه اخذ اكل شارب كلها على وزن فاعل. طيب لو جالي الفعل بتاعي فعل ناقص، لو الفعل فعل ناقص، طب يبقى الفعل ناقص ازاي او منقوص ازاي؟ زي الفعل سعى. لو مسكت الفعل سعى وبصيت عليه كده هتلاقيه ثلاثي، بس اخر حرف فيه عله معتل الاخر، طب عايز اخليه على وزن فاعل. فعندك هنا حاجه من الاثنين، يا اما هتلاقيك بالمنظر ده الساعي او كلمه ساع. هو ده مستر على وزن فاعل؟ على الاثنين على وزن فاعل. طب ازاي؟ شايف التنوين اللي تحت ده؟ اسمه تنوين العوض، عوضا عن الياء المحذوفه. طيب
حابين نمسك المشتق الثاني اللي عندنا اسمه صيغ المبالغة. طب هي صيغ المبالغة دي نستخرجها ازاي يا مستر؟ طب ما كلنا حافظين الأوزان بتاعتها. طب هي ايه أوزان صيغ المبالغة؟ عندك فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. ادي أوزان صيغ المبالغة. أهم حاجة في الاستخراج للمشتقات إن سيادتك تنطق مظبوط. شايف الوزن ده كلنا بنغلط فيه، بيجي لك كتير جدا في القطع كلمة نهوض. هل كلمة نهوض دي على وزن فعول؟ لا خالص. ازاي يا مستر؟ شكل كده، دي نهوض، نهوض. طب الوزن اسمه ايه؟ فا، فعول. اذا هنا الفاء مفتوحة وهنا نيم مضمومة، ما ينفعش نستخرج كلمة نهوض على انها صيغة مبالغة. طيب عندك وزن مفعال، هو الوحيد الوزن الرباعي عندنا في صيغة المبالغة. طيب عندك اسم المفعول، وده خطير جدا جدا وبنغلط فيه كتير. اسم المفعول عندنا ده كلنا عارفين ان هو الثلاثي على وزن مفعول، والغير الثلاثي بيبدأ بميم مضمومة، فتح ما قبل الآخر. طب بيجي لي ايه في القطع؟ ركز في الكلمات دي. عندك كلمة مبنية، وكلمة مقضية، وكلمة مسعية، وكلمة مدعو، ومرجو، ومهيب، ومشيب، ومشيد، ومعيب. شايف كل الكلمات اللي شبه كده؟ كل الكلمات دي اسم مفعول ثلاثي، ويجي كتير جدا في الامتحان كلمات شبه كده. طب نبص على جملة كده، لو قلت مثلا مصر مهيبة مكانتها، وعاوز استخرج من الجملة دي اسم مفعول، في في فين ده؟ مش لاقي ولا كلمة على وزن مفعول، ولا كلمة بادئة بميم مضمومة، مفتوح ما قبل الآخر. أعمل إيه؟ كلمة مهيب نتفق على الكلمات اللي فوق دي بنسميها كلها اسم مفعول ثلاثي وكلها على وزن مفعول، خلي بالك. طيب عندك البضاعة لا ترد ولا تستبدل، بنشوف الجملة دي كتير جدا في المحلات. نختار هنا ايه؟ البضاعة المباعة ولا المبيعة؟ طبعا هنا كلنا بنشوفها بره البضاعة المباعة، لا مش هنختار البضاعة المباعة، البضاعة المبيعة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ كلمة المباعة يعني لسه معروضة هتتباع، اما المبيعة خلاص بعناها للاشتراء خلاص. طيب يبقى كده ناخد بالنا من اسم الفاعل، ان في كلمات بتبقى جمع في القطعة لو جبت مفردها يطلع اسم فاعل. عندك وزن فعول ده كلنا بنغلط فيه وبنختار النون بتاعته او الحرف الاولاني بيكون مضموم. اخد بالي من اسم المفعول في الكلمات اللي هي على وزن مفعول بس شكلها مش مفعول، مبني ومقضي ومسعي ومدعو. طيب عندك كمان في كلمات ودي مهمه قوي، اسم الفاعل منها بيساوي اسم المفعول، ويبدا يلعب معاك بقى في الامتحان. لو مسكنا قلنا مثلا يجب على المحتل أن يقاوم المحتل، وجينا بصينا على الجملة دي، يجب على المحتل أن يقاوم المحتل، وعاوزين نعرف نوع كلمة المحتل هنا ونوع كلمة المحتل هنا، هما الاثنين شبه بعض تماما صح. طب أعرف منين؟ فاهم الجملة كده؟ هو مين هيقاوم مين؟ المحتل، يعني المحتل هو جه احتل ولا تم احتلاله؟ جدع، اللي تم احتلاله هيقاوم مين؟ اللي جه احتله. يبقى الاولانيه دي اسم مفعول والثانيه اسم فاعل. طب عايز اعرف هي ايه الكلمات اللي بتبقى على وزن مفعول ومنها برضو اسم فاعل. اخد بالي من كلمه مختار، وكلمه مجتاز، وكلمه محتاج، وكلمة محتاج.
محتل وكلمة معتاد. تعال ناخد مثالين كمان. لو جيت قلت الطالب مختار المواد التي يدرسها، اتنين اقول الطالب مختار للامتحان. عاوز اعرف نوع كلمة مختار هنا ايه ونوع كلمة مختار هنا ايه. لو بصيت على الجملتين وبصيت على معنى الجملة، الطالب مختار المواد التي يدرسها، يعني ايه الجملة؟ يعني الطالب هو اللي يختار.